عندنا بعض الفاكتورز اللي بتأثر على الاميون، على الانيت اميونيتي، على المناعة الطبيعية. عايزة اتكلم عنهم، عبارة عن 6 فاكتورز. هنتكلم عنهم بريفلي ونكمل محاضرتنا. اول حاجة في الفاكتورز افكتنج الانيت اميونيتي، جينيتيكالي ديترمايند فاكتورز، فاكتورز بتكون متأثرة بالجينات زي السبيشيز والريس. تاني حاجة الايج والسكس والناتشرال فاكتورز، سوري، النيوتريشنال فاكتورز، العوامل الغذائية، والستريس فاكتور، والهرمونال فاكتور. كل دي فاكتورز بتأثر على الناتشورال اميونيتي. يعني ايه السبيشيز يأثر في المناعة الطبيعية؟ يعني عندي امراض بتيجي للانسان ما تجيش للحيوان، عندي امراض تيجي لكل منهم. امثلة للكلام ده الليبرسي والبوليمايلايتس، شلل الأطفال والجذام، دي عبارة عن human disease ما بتصيبش ال animals. في مرض اسمه الكاتل بليك، الطاعون البقري، is purely an animal disease، ده مرض بيصيب الحيوان ولا يصيب الإنسان. بينما ال FMD أو بسميه ال foot and mouth disease infect both animals and human. وكذلك الريس. تاني فاكتور هتكلم عليه هو ال age، فاكتور العمر. زي ما احنا عارفين في two extremities of life، يعني في بداية المرحلة، في بداية الحياة أو قرب نهاية الأجل، يعني ال two extremities of life بيكون الجهاز المناعي لسه يا إما not well developed في الطفولة، يا إما حصل له exhaustion في الكبر. فبالتالي في الفترة دي بيحصل increased susceptibility of infection، بيكون عرضة الجسم إن هو يتعرض لعدوى وبتكون مقاومته أقل. بالنسبة للسكس، الجنس، السكس هرمونز بروتكت الفيميلز فروم سام ديزيز such as البوكس، البوكس اللي هو الجدري. بنلاقي ان السكس هرمونز بتحمي الفيميلز، فبتكون نسبة الميلز اللي بتتعرض للجدري اعلى من الفيميلز. اكيد طبعا من غير شك النيوتريشنال فاكتور تلعب دور رئيسي في حماية الجسم وفي تقوية المناعة. وجود بعض الفيتامين زي فيتامين A و B و D و E و C، دي مهمة جدا للجهاز المناعي وللجسم. الانتي اوكسيدنتس عامة بتكون مسؤولة عن الانتجريتي اوف الميوكوس ممبرين، وبتعمل انهانسمنت للفاجوسيتك اكتيفيتي، اللي هي هنعرف عملية الفاجوسيتوسيس ونعرف يعني ايه الفاجوسيتك اكتيفيتي، اللي هي عملية ابتلاع الجراثيم والقضاء عليها. كمان وجدوا ان الفات سيلز بتبقى مسؤولة عن افراز هرمون نسميه الليبتين هرمون، والهرمون ده بدوره بينشط تي اتش 1 بروتين، ودوت بيبقى مسؤول عن السيل ميديتد اميونيتي. الفاكتور نمبر 5 اللي هو الهرمون الفاكتور، عندي تو هرمونز بيبقى ليهم تأثير مختلف على المناعة. مثلا الجروث هرمون تعمل انهانسمنت للانتي بودي برودكشن، بتشجع سكريشن اوف انتي بودي. هاويفر الكورتيكوسترويدز بتعمل انهبيشن للناتشورال كيلر سيل، وبتقلل الانتي بودي برودكشن والانترفيرون. الفاكتور نمبر 6 اللي هو الستريس، طبعا الستريس دايما بيعمل دروب للاميونيتي، بيوقع المناعه. علشان كده بنقول ان الستريس بيزود السكريشن اوف السوبر رينال جلاند، وده ليه باسيف افكت على الاميونيتي. هنشوف دلوقتي الكومبوننت اوف النيت اميونيتي مكون مكون، وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. زي ما قلنا الكومبوننتس اوف انيت اميونيتي، الاكستيرير اليمنت او الاناتوميكال فيزيكال او اناتوميكال بارير، اللي هما كانوا السكن والميوكس ممبرين والسكريشنز. وقلنا تاني حاجه الانتيرير اليمنتس اللي هي الكيميكال باريرز، او بسميها هيومرال اور سيليبل فاكتورز، عناصر سائله، اللي هي كانت عباره عن الانترفيرون والانترليكون والانترليوكين واللايزوزوم والبيزيك البوليبيبتايد والأكيوت فيز بروتين والسيتوكاينز. تمام. بعد كده بعد الكيميكال بارير في السيليولر فاكتورز اللي هي البلاد سيلز، زينوفيلز، بيزوفيلز، ماكروفاج، الناتشرال كيلر سيلز. وهنتكلم تبع الانتيريور اليمنت عن الانفلاميشن والتمبريتشر. بداية هنتكلم عن الاكستيريور اليمنت. اول حاجة الاكستيريور اليمنت الفيزيكال والاناتوميكال بارير، او الحاجة فيها السكن.
ايه المهم عندي في السكين عشان يقوم بدوره المناعي بشكل سليم؟ اول حاجه الانتاكتنس اوف السكين، ان يكون الجلد سليم، ما يكونش فيه انجري، ما يكونش فيه ابريشن، ما يكونش فيه كات، لان اي فتحه في السكين بتعتبر اوبن للمايكرو اورجانيزم انه يدخل. انا كده سهلت له الانتري وسهلت له المهمه بتاعته. وجود الديسكوميشن اوف الاوتر لاير، سبحان الله لو في مايكرو اورجانيزم عامل ادهيجن مع السكن وبيحصل عمليه الديسكوميشن اوف اوتر لاير اللي هي الجلد اللي بيموت والخلايا اللي بتقع لوحديها، فبتاخد معاها الباثوجين وقبل ما يحصل انفيجن. تالت حاجه سبيشيس جلاند، الغدد العرقيه اللي بتبقى موجوده في الجلد، دي تعتبر من المناعه الطبيعيه اللي بتحمي الجلد بتؤدي الى كومبليت بروتكشن. والكومنسال فلورا، كومنسال فلورا يعني المايكرو اورجانيزم الانتهازي اللي بيبقى موجود في الجسم، مش بيضر الجسم بس بيبقى واخد مكان، بحيث ان هو لما يجي باثوجينيك مايكرو اورجانيزم يلاقي المكان محجوز يكون فيه الكومنسال فلورا. تاني اورجن هنتكلم عليه الايز، العين، التيرز، الدموع، بروفايد ميكانيكال بوش اند مايكروبيسايدال انزايم، بيكون فيها لايزوزايم. اللايزوزايم دي بتكسر اي مايكرو اورجانيزم يحاول يخش، والتيرز بتعمل ووش للعين وبيحصل سكريشنز اوف تيرز، بيزيد طبعا لو العين فيها انفكشن. كمان سبحان الله الاي لاشز، بتكون الرموش لو اي حاجه فيزيكال زي داست او فلايز او سمثينج لايك ذات، سو اي لاشز كان بروتكت ذا اي. الدايجستيف سيستم ابتداء من الماوس وانتهاء للانس، بيكون في نورمال فلورا، السلايفا اللعاب برضو بيعمل ميكانيكال ووش، وبيبقى في مايكروبيسايدال انزيمز اللي هي تقدر تكسر اي مايكرو اورجانيزم. بالنسبه للاستومك بيبقى فيها اسيديتي عاليه، العصاره المعويه، الاسيدك بي اتش اوف الجاستريك جوس اند الفوميشن، عمليات القيء بتعتبر من الوسائل الطبيعيه للتغلب على المايكرو اورجانيزم قبل ما يعني قبل ما ينتشر في الجسم ويحصل له ملتبليكيشن. كذلك الانتستينال تراك بتكون البي اتش بقى الكالين، الالكالينيتي بتزيد، والحركة الامعاء الدودية بسميها البريستالتيك موفمنت اند النورمال فلورا، كل الحاجات دي بسميها بدرجها ضمن الناتشورال اميونيتي. الريسبيراتوري سيستم ابتداء من النوز، وجود الهير والانتاكت ميوكس ممبرين، بيأكت از ا تراب فور اني فورين بودي اور اني داست اور اني اكسترنال اور زي ما قلنا اني ثينج ذات دازنت بيلونج تو ذا بودي. الميوكس سكريشنز في اتسيلف ترابينج اللارج بورتيكل اند ميوكوبولي ساكرايد هاز انتي فايرال افكت، وجود الميوكوبولي ساكرايد بيكون ليه تاثير ضد الفيروسات. الريسبيراتوري تراكت واللنج بيكون فيه سيليا، بتكون مبطنه بسيليا، السيليا دي تعمل فورورد موفمنت، حركه للاعلى عشان يحصل اكسبل تو اني فورين بارتيكل، يحصل لها اكسبيل فين لمنطقه الاوروفارينكس، وبعد كده يحصل لها سوالوينج، والاسيديتي او بتاع الاستومك او الالكالينيتي اوف الانتستين تقدر تتغلب عليها وما تبقاش موجوده في الجهاز التنفسي. كمان عندي الالفيلر ماكروفاج بيبقى مكانها في اللنج، عشان كده بسميها الفيلر ماكروفاج، تقدر تعمل فاجوسايتوسيس لاي باثوجين وصل لللنجز. الناتشرال اميونيتي اوف اليورو جينيتال تراك، سبحان الله الميليوريثرا بتكون لونجر ذان الفيميل، فبالتالي تكون ان هي اطول، قناه مجرى البول اطول، فبيقل الاسندنج انفكشن. تاني حاجه الفلاشنج اكشن ديورينج نيشن، عمليه الاندفاع البول اثناء التبول دوت الادهيجن يمنع التصاق البكتيريا، وطالما منعت الادهيجن يبقى هيبقى صعب يحصل كولونيزيشن وملتبليكيشن وانفيجن. في حالة الفيميل عامة اليونج فيميلز بتبقى مور سوسيبتبل للانفكشن ذان الادلت فيميلز. ليه؟ في سبب
السبب ان الاسيديتي بتكون عالية في الادلت فيميل نتيجة تأثير هرمون الاستروجين. الاستروجين بيحفز الابيثيليال سيلز ان هي تكون مليانة بالجلايكوجين، وعندي في نورمال فلورا اسمها اللاكتوباسيلس بتبقى موجودة. اللاكتوباسيلس بتستخدم الجلايكوجين تعمل له فيرمنتيشن، بالتالي تعلي الاسيديتي. كون ان الاسيديتي عالية معناها unfavorable condition for microorganism، لان زي ما احنا قلنا ان most of microorganism require a neutral pH not too acidic or not too alkaline. بالنسبة للأدر الثادي teeth orifice during dry period are closed wax materials. سبحان الله القنوات اللبنية بتكون مقفولة في الفترات غير الرضاعة بواكس ماتيريال، مواد شمعية. الطول أصل تيت كانالال والفرنج النيرسينج أور ميلي الفلاشنج دوت طبعا بيطرد أي أسينج مايكرو أورجانيزم. بالإضافة إن other tissue itself secrete lysozyme enzyme، والسكريشن اوف اللايزوزايم بيزيد خاصة في فترات الانفكشن. كمان اللاكتوفرين ان ميلك بيتحد مع الايرن، والايرن زي ما احنا عارفين انه عنصر مهم جدا اي مايكرو اورجانيزم بيكون محتاجه للميتابوليزم. هنتكلم احنا كده اتكلمنا عن الناتشورال فيزيكال، كم تاني حاجة عن الكيميكال بارير بإذن الله. الكيميكال بارير هو أول حاجة في الانترنال ناتشرال اميونيتي، وزي ما قلنا قبل كده بقول كيميكال بارير أو هيومرال أو سوليبل، وقلنا إن هو عبارة عن كذا حاجة. وهنتكلم أول حاجة النهاردة عن اللايزوزايم. كل ايتمز من الايتمز الخاصة بالكيميكال باريرز لازم أكون عارفة تركيبها، مكانها، نسبتها قد ايه، الدور اللي بتقوم فيه. مثلا عندي اللايزوزايمز بتكون عباره عن لو مولكولر ويت بروتينز، عباره عن بروتينات يكون الحجم الجزيئي بتاعها صغير مش كبير، بتبقى موجوده في كل البادي فلويدز ما عدا ثلاث فلويدز ما عدا اليورين والسويت والسي اس اف سيريبروسباينال فلويد. الثلاث فلويدز دول استحاله الاقي فيهم لايزوزايمز. طيب بتكون موجودة بتركيز عالي جدا في التيرز وفي الإجوات. It's secreted by phagocytes. الفاجوسايتس هي اللي بتفرز اللايزوزايمز. مين من الفاجوسايتس؟ خاصة الماكروفاج والنيوتروفيلز. كمان أقدر أقول إن هي It is a mucolytic enzyme causes splitting of gram negative sorry of gram positive bacterial cell wall. يعني هي دورها ان هي بتعمل تكسير للسيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. كمان ان انا بقدر وجود اللايزوزايمز في الملك بيقدر يشخص لي السب كلينيكال ماستايتس، والماستايتس ده بيبقى مرض مشهور جدا. فبالتالي اللايزوزايمز ليها دايجنوستيك امبورتنس لان وجودها بنسب عاليه بيشير الى وجود انفلاميشن في مناطق معينه. تاني حاجه اللي بيزك بوليبيبتايد او اقدر باختصرها على طول بالبي بي بي بيزيك بولي بيبتايدز، هي عبارة عن variety of basic proteins، عبارة عن بروتينات برضو. ولكن جاية منين؟ جاية من التشو دامج او البلاد سيل اللي بيحصل لها رابتشر ودامج during the course of infection على مدار حدوث العدوى. البيزيك بولي بروتينز دي بيكون ليها جيرميسايدال اكتيفيتي، جيرميسايدال يعني تأثير قاتل للجيرمز، وأمثلتها الأرجينين واللايسين والهيستون. تالت حاجة الأكيوت فيس بروتين. الأكيوت فيس بروتين هي عبارة عن جروب من البروتينز that found in low concentration in blood and body fluid، بتبقى موجودة بتركيز قليل وبتبقى موجودة في البلد وفي البادي فلويدز. ممكن يزيدوا up to 100 fold during infection، يعني نسبتها لما بتكون عالية ده بيكون indication لوجود
انفكشن، ونوع من انواعها هو السي ري اكتيف بروتين. عشان كده بنلاحظ ان معظم دكاتره تطلب تحليل السي ار بي لو نسبته عاليه، ده انديكيشن لوجود انفكشن معين. هو الاكيوت فيز بروتين، الالفا انتي تريبسين والبيتا ماكرو جلوبين امثله ليهم. طيب السي ري اكتيف بروتين اللي هو نوع من الاي بي بي بي، هو عبارة عن بروتين produced mainly from liver in response to interleukins stimulation، كرد فعل للاستيميليشن الخاصة بالانترليوكين. ايه وظيفة السي ري اكتيف بروتين؟ وظيفته ان هو activates complement cascade، واحنا هنعرف دور الكومبلمنت في الانفكشن وهنتكلم عنه في اخر المحاضرة باذن الله. السي ري اكتيف بروتين زي ما قلنا بيعتبر clinical marker used to assess، بيستخدمه لتقييم حاجتين. اول حاجة وجوده عالي بيدل على acute infection، عدوى والتهاب حاد، وكمان حالة الالتهاب انا اقدر اقيم استجابتها للعلاج عن طريق ان انا بقيس السيري اكتف بروتين اشوفه نزل ولا لسه عالي. لو كان عالي ونزل معناه ان في positive response to treatment، لو فضل عالي معناه ان انا اخدت wrong course of treatment. رابع حاجة السيتوكاينز، السيتوكاينز عبارة عن immune regulatory molecules بسميها المنظمات المناعية، دي بيتم افرازها after exposure to infection. تمام؟ طيب يعني ايه منظمات مناعية؟ منظمات مناعية يعني they play essential role in regulating immunity، سواء ال innate او ال adaptive immunity. طيب ايه دورهم في regulation of immunity؟ بنعرف ان هما they direct the development and maturation localization والinteraction والactivation، وكمان life span فترة العمر الخاصة بالimmune cells. يعني هما اللي بيقولوا للخلايا المناعية بيساعدوها development التطور والmaturation ان هي يحصلها النضج عشان تقوم بدورها، واللocalization المكان اللي هتتواجد فيه الخلايا المناعية وازاي يحصل interaction بين الخلايا المناعية وبين الانتيجين. وكمان مسؤولة cytokines عن عملية الactivation of immune cells. طيب ايه هما the most important types of chemical factors؟ اول حاجة الانترفيرون والانترليوكين والتيومر نيكروزيس فاكتور او بختصره بالتي ان اف. تيومر نيكروزيس فاكتور يعني تي ان اف. هنتكلم اول حاجة عن الانترفيرون، ومهم جدا ان احنا نفهم الميكانيزم اوف اكشن اوف انترفيرون علشان يبقى فاهمين دوره في المناعة كويس. اول حاجة الانترفيرون برمز له بالاي اف ان، هي عبارة عن جينز ذات سينسايز، جينز ذات سينسايز الاي اف ان ار اكتيفيتد وين ا هوست سيل از انفيدد باي فيروس. يعني الجينات اللي بتصنع الانترفيرون دي بيحصل لها اكتيفيشن لما السيل يحصل لها انفيجن او تصاب بعدوى فيروسية. معنى كده ان انا لو ما عنديش عدوى فيروسية مش هيحصل سكريشن للانترفيرون. طيب الانترفيرون مولكيولز عامة ليف الانفكتد سيل، خلاص الخلايا المصابة ملهاش دعوة بيها، هي دورها ان هي بتخش في النيبرينج سيلز الخلايا المجاورة علشان تحميها من الافكت اوف فيروس. طيب ازاي بتحميها من الافكت اوف فيروس؟ ان الانترفيرون استيميوليت ذا نيبرينج سيل تو اكتيفيت جينز فور بي كي ار، وهشرح دلوقتي التو جينز دول في السلايد الجاي. علشان نفهم قصه الانترفيرون بوضوح عايزين نعرف ازاي الانترفيرون مسؤول عن الانتي فايرال ريسبونس. Both viral and cellular protein synthesis stops in interferon treated cells. أي خلايا بعالجها بالانترفيرون بيؤدي ذلك إلى توقف كل من الفيرال والسيلولر بروتين سينسيس، عمليات تصنيع البروتين المتعلقة بالخلايا وبالفيروس على حد سواء. طيب ده نتيجة إيه؟ نتيجة وجود two cellular proteins، اتنين من أهم البروتينات. أول واحد بسميه PKR
عبارة عن دبل ستراند ار ان اي اكتيفيت بروتين كاينيز، والتاني هو عبارة عن الار ان ايز ال، هو عبارة عن ريبونيوكليز ال. البي كي ار ده عبارة عن سيرين ثرونين كاينيز، ليه انتي فيرال بروبريتيز وبالاضافة الى انتي بروليفيراتيف اند انتي تومر فانكشن، يعني وظائف ضد التيومر، ضد انه يحصل بروليفريشن للخلية، بيحافظ على انتاكتنس اوف سيل اجينست الفيرال افكت. الاكتيفيتد بي كي ار فوسفوريليتد ذا الفا سبيونت اوف ترانسليشن انيشيشن فاكتور، وبالتالي بيعمل انهيبيشن لعمليه الترانسليشن اوف فيروس. زي ما احنا عارفين ان عمليات الترجمه اللي الفيروس بيستخدمها اثناء الريبليكيشن بيكون ليها ترانسليشن انيشيشن وترانسليشن ترمينيشن، فهو بيعمل انهيبيشن للترانسليشن انيشيشن فاكتور، فبالتالي يؤثر على عمليه الترجمه ويحصل لها كومبليت انهيبيشن. اما بالنسبه للار ان ايز ال، هو عبارة عن نيوكليز that can degrade cellular and viral RNA. زي ما بنقول نيوكليز يعني بيكسر الفيرال RNA، ال RNA الحمض النووي الخاص بالفيروس، وبالتالي بيكون الكونسنتريشن بتاعه عالي جدا بعد ما بعالج بالانترفيرون. عالي لأي حد، يعني بيعلى لأي حد، ممكن يزيد من 1000 fold after interferon treatment، ولكن دايما بيفضل inactive إلا لو تم secretion of 2,5 oligo A synthetase. هي دي الحالة الوحيدة اللي عندها يحصل inactivation. تمام، مش عايزين نزود في النقطة دي عشان ما نصعبش الأمور على نفسنا، بس هنقول إن الـ RNAs بيساهم مش بس في الـ interferon mediated antiviral defense، لأ ده كمان في عملية الـ apoptosis. يعني إيه apoptosis؟ الـ apoptosis هو عبارة عن الـ programmed cell death، أو بسميه موت الخلايا الطبيعي أو الخلايا الانتحارية بتموت من تلقاء نفسها. واقدر اقول ان الانترفيرون عبارة عن broad spectrum و highly effective antiviral agent. However, viruses have developed numerous mechanisms for inhibiting interferon action. رغم نجاح الانترفيرون، في بعض الفيروسز عملت ابتكرت او طلعت ميكانيزم جديدة تقدر بيها ان هي تعمل inhibition لتأثير الانترفيرون. تمام؟ عايزين ننوه ان الخلية اللي بتكون دائما في حالة اتحاد مع الانترفيرون وريسبوند تو ات، يعني بتستجيب ليه، بسميها سيل ان ان انتي فيرال ستيت. تمام، وكمان ان الانترفيرون انديوس الاكسبريشن اوف مور ذان 100 جينز برودكت اوف ماني اوف ذيس جينز بوسز برود سبيكترام انتي فيرال اكتيفيتي، يعني وجود اكتر من 100 جين للانترفيرون بيخليه افكتيف اجينست برود سبيكترام اوف انتي فيروسز. كمان اتكلمنا عن الابوبتوزيس وانه عبارة عن البروجرام دي سيل ديس، ودوت بيحصل عشان اقلل السيل تو سيل سبريد اوف فيروس، زي ما قلنا بيتنقل من الانفكتد سيل للنيبرين سيل عشان يحميها من الافكت اوف فيروس. طيب في حالة العلاج بالانترفيرون، production of large amounts of interferon causes common symptoms، بيؤدي إلى ظهور أعراض مشهورة زي فيفر، ارتفاع درجة الحرارة، أحيانا chills رعشات أو نوزية شعور بالقيء، وأحيانا vomiting عند some patients. ضروري قبل ما تنقل من عند الانترفيرون أعرف إيه هي الانترفيرون family. الانترفيرون فاميلي بيفهمنا ان الانترفيرونز عبارة عن فاميلي اوف ريليتد بروتينز، كلها بروتينات متقاربة من بعضيها في ويز سلايت ديفرنت فيسيولوجيكال افكت، مع اختلافات فيسيولوجية بسيطة. عندي ثلاث انواع، الجاما انترفيرون برمز لها برمز جاما، بتكون بيحصلها سكريشن من الليمفوسايتس، وعندي الالفا انترفيرونز secreted from WBCs، والبيتا interference secreted from الفايبروبلاستس. تمام،
كمان بنعرف ان الانترفيرنس بتعمل اكتيفيشن للماكروفاج وللموبلايز ناتشرال كيلر سيلز. وعايزه اقول ان الاف دي اي الفود اند دراج ادمنستريشن اقرت استخدام الالفا انترفيرون في علاج الهيباتيتس سي فيروس بيشنتس وفي علاج الهربس فيروس, يعني اصبح علاج معتمد من الاف دي اي. ده دايجرام بيوضح الاكشن اوف انترفيرون وذن السيل وازاي الانترفيرون بيؤدي في النهايه للفيلير اوف الفيرال ار ان اي ريبليكيشن. زي ما قلنا ان هو induces gene expression at a transcriptional after binding to specific cell receptor cell surface receptor sorry. زي ما احنا شايفين هنا حصل failure للviral RNA وما قدرش انه زي ما احنا شايفين حصل translation inhibition protein ادى الى inhibition of a virus protein وحصل binding معي. ضروري نفرق بين الإفكت والأكشن أو في الانترفيرون والانتربادي لأن هما مختلفين في الأبييرنس والأونسيت والأوريجين والأكشن of each of them is totally different. هنعمل clear some points related to interferon and antibody differences. بالنسبة للأونسيت الانترفيرون بيظهر بدري early onset من 24 ل 72 hours after viral infection بعد 72 ساعة من العدوى الفيروسية بلاقي ظهر الانترفيرون. لكن الانتيبادي زي ما اتفقنا انه هو specific immunity فبيكون متأخر ل late onset من 7 ل 15 يوم after primary infection. طيب بالنسبة للديسابيرنس الانترفيرون ديسابير رابيدلي بيظهر بدري وبيختفي بسرعة لكن الانتيبادي of slower disappearance. The site of action الانترفيرون شغله بيكون inside the cell زي ما شوفنا في الدياجرام السابق لكن الانتيبادي mostly outside the cell شغله كله خارج الخلايا. بالنسبة للspecificity التخصصية الانترفيرون not virus specific بيشتغل على اي فيروس وزي ما قلنا انه عنده genes لأكتر من من 100 genes different viruses وبالتالي هو برود سبيكترم وإفكتف في حالات كتير زي الهيباتيتس سي والهربس. لكن الانتيبادي بيكون فيروس اور مايكروب سبيسيفيك بيكون متخصص للميكروب بعينه او بذاته. الحجم الجزيئي المولكولار ويت بالانترفيرون بيكون حجم جزيئي قليل لكن الانتيبادي اوف هاي مولكولار ويت. السورس او الاوريجين الانترفيرون زي ما قلنا ان هو produced من virus infected or stimulated cell to protect a neighboring cell. However the antibody secreted from the B cell اللي هي precursor of the plasma cell. وبكده النهاردة في المحاضرة نكون خلصنا الجزء الخاص بالانترفيرون وان شاء الله المحاضرة الجاية نكمل الانترليوكين بإذن الله وبقية الفاكتورز.